المدرسة قبل 3 سنوات، جهاز قسم صغير جدا. الأطفال دون سن 3 سنوات، ما إذا كان الطفل يرتدي حفاضات أو لم يعد يرتديها. المراحل: تسجيل في قاعة البلدية، زيارة المدرسة، لقاء فردي مع المعلم، لقاء جماعي. الدخول: بداية الدخول المدرسي في شتنبر. هناك مرحلة تأقلم الطفل خلال فترة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين. عندما يتأقلم الطفل يبدأ دواما كاملا. القسم: داخل القسم يرافق الطفل المعلم ومساعده. يبدأ الطفل في تعلم كيف يلعب. يبدأ الطفل في اكتساب مهارات الرسم وآليات مختلفة. يبدأ بتكوين علاقات جديدة مع الأطفال. يتعلم القواعد الأولية في الحياة الاجتماعية. يبدأ في تعلم حكايات وأغاني. يبدأ في تعلم اللغة الشفهية. التوقيت والتنظيم اليومي مرتبط بيولوجيا بوجبات الأكل، إما في المدرسة أو في المنزل. طوال السنة الدراسية يبقى التواصل بين الأستاذ والآباء من أجل معرفة تحركات الطفل داخل القسم.